ودعني أبدأ معك عميد حسن. يعني تتكرر أنباء بين الفينة والأخرى مؤخرا عن محادثات سعودية سورية، وآخرها ما أكدته مصادر اي 24 نيوز التي تتحدث عن محادثات سرية حدثت بالفعل على هامش القمة العراقية. ما دوافع هذه المحادثات برأيك؟ مساء الخير، تحية لك وللضيف وللمشاهدين. السعودية دولة مركزية ومؤثرة، وبالتالي تواجدها مهم سواء كان علنا أو غير معلن لعدم استباق النتائج. هناك بعض الاجتماعات الاستكشافية ما رشح في الإعلام أنه كان هناك لقاء بين مسؤول سوري وسعودي في الماضي. لم أكن متأكد، ليس لدي علم ما حدث في بغداد، لأن الوجود الرسمي السوري في قمة بغداد غير ظاهر العيان، ولكن كمراقب أرجو أن يثمر أي لقاء سعودي سوري عن حل شامل يرتكز على القرار 2254. سوريا دولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وبلد شقيق، والشعب السوري شقيق أيضا، لكن مع الأسف أضاعها رئيسها الطائفي ودمرها جيشه الطائفي أيضا، وإيران وعصاباتها ومنها حزب الله في لبنان، وإن كان الجيش الوطني الحر قد تشكل و حرر الكثير من الأراضي السورية، لأن التدخل الروسي بشكل كامل استعاد زمام المبادرة، وأيضا الخذلان الأمريكي أيام أوباما في لسوريا، وبالتالي أصبحت سوريا بيئة مع الأسف، ثم تدخل التركي على خلال أجزاء من سوريا. وعن هذا الخذلان الأمريكي دعني أنتقل إلى السيد أليف صباغ. من اليوم معني أكثر بإعادة العلاقات، سوريا المتأزمة بفعل العقوبات الأمريكية والمقاطعة الدولية، أم السعودية التي نوعا ما تركتها الولايات المتحدة الحليفة وحيدة في مواجهة الخطر الإيراني، يعني بعد الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط وأيضا سحب بطاريات باتريوت عن الأراضي السعودية؟ تحياتي لك ولضيفك وللسادة المشاهدين والمشاهدات. يعني حقيقة هذا ليس جديد، محاولات السعودية السورية لإعادة العلاقات فيما بينهما ليس جديدا، كان ذلك في أيار على سبيل المثال في عدة لقاءات. وبعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان فهم كل الأنظمة التابعة للولايات المتحدة أن الولايات المتحدة يمكن أن تتركها وحدها أمام غضب الشعوب، وقال ذلك بايدن، أشكر خبر، يعني قال نحن لن ندافع عن أي نظام إذا ما قامت هناك ثورة ضده. وبالتالي فهم بالذات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وفهم كل أصدقاء أمريكا أو التابعين لأمريكا بأن أمريكا ستتركهم في يوم ما أمام شعوبهم، وأن موازين القوى في المنطقة اختلف وليس لصالحهم، وإنما اختلف لصالح محور المقاومة، وهذه حقيقة. جاء دور حزب الله في لبنان حين تحدى الإرادة الأمريكية وقال سنجلب المازوت من إيران إلى لبنان. بعد ساعة واحدة تحلحلت الأمور وقالت السفيرة الأمريكية نحن مستعدون أن نساعد لجلب الطاقة، الكهرباء أو الغاز أو اثنين معا من مصر والأردن عبر سوريا إلى لبنان. هذه الحلحلة كانت إشارة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في مساومات، وأن الحصار على لبنان وعلى سوريا سيتراجع. طيب، في الفترة التي عقد اجتماع في بغداد، صحيح أن مصر عارضت الوجود السوري والسعودية عارضت وجود سوريا، وبالأساس مصر قالت أنه هذا سيهضم أمريكا، لكن خرجوا بتوافق على منح الجانب السوري يعني فرصة. لا، كان الموقف المصري آنذاك ما يزال يتخوف من رد الفعل الأمريكي، ولكن تبين لاحقا أن رد الفعل الأمريكي لن يكون معارضا. حصلت اجتماعات جانبية بين الوفد السعودي ومع السفير السوري. هذه الحلحلة أدت إلى حلحلات نوع آخر، ونحن شهدنا يوم الأربعاء الماضي لقاء بين وزراء الطاقة لبنان سوريا والأردن ومصر في عمان. إذن بدأنا سلسلة من فك الحصار على سوريا ولبنان. سيد حسن اليوم اسمحي لي بس أكمل سريعا. هذا طلب من السعودية أن تنظر إلى مصلحتها، ومصلحة السعودية المعادية لتركيا والتي ترى الخطر التركي
أن تعود لتتحالف هي ومصر مع سوريا لمنع الخطر التركي على الشرق الأوسط العربي. طيب سيد حسن، هنا أريد أن أتوجه بالسؤال إليك، يعني لو افترضنا جدلا أن العلاقات السورية السعودية عادت، هل ستكون العلاقات هذه السورية الإيرانية مقابل العلاقة السعودية السورية اليوم برأيك؟ وما مدى نجاعة سيناريو الدخول السعودي على الساحة السورية اليوم في تحجيم الخطر الإيراني؟ قد يكون عودة سوريا إلى حضنها العربي من جديد بعد أن يأخذ الشعب السوري كامل استحقاقاته بعيدا على أيدي وأذرع الإرهاب في سوريا مع الأسف، قد يكون بوابة أيضا أخرى أيضا تفتح أمام طهران أيضا لتسحب ميليشياتها التي دمرت الأمة العربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبالتالي تصبح هناك توازنات في المنطقة. ضيفكم قال القيادة الأمريكية لن تدعم القيادات العربية ضد الثورات، من بنى الثورات ومن دعمها وأوباما ونائب كلينتون في خلال السنوات الماضية، وأقرأوا مذكرات هيلاري كلينتون، وبالتالي الصورة واضحة، نحن من حارب التطرف مع الأسف، سواء تطرف الإخوان المسلمين أو تطرف الصفوي القادم من طهران وميليشياته. أنا في اعتقادي حتى الانسحاب الأمريكي أو بعض وحداته من المنطقة بما فيها بطارية صواريخ باتريوت من منطقة خارج جنوب الرياض، فهذا إجراء أمريكي بحت، لأن ليس له علاقة في سيطرة العملية القوات المسلحة، هي مستقلة وتابعة لدعم المصالح الأمريكية، ليس لنا فيها علاقة، وجودها مثل عدمها، وبالتالي لا ليس هناك تغيير. والمملكة العربية السعودية تنظر البيئة الدولية تتفاهم مع ضغوطها، تلين بعض المواقف وأيضا تتكيف مع أخرى، ولكنها تجابه. والمملكة العربية السعودية لا تقبل بأي حال من الأحوال أي سلوك غير منضبط، وسيكون رد قاسي جدا. وأنا في اعتقادي كمراقب لو أدركت واشنطن في هذه المرحلة أن الرياض ستدير ظهرها بالكامل لواشنطن، سنجد بايدن في الرياض في اليوم الثاني. طيب سيد أليف، تحدثت قبل قليل عن التلويح بكرت إيران أنه قد يحلحل قليلا في الأزمات في المنطقة، واستشهدت بموضوع الأزمة اللبنانية اليوم، هل ممكن أن يهجر النظام السوري علاقاته بإيران مقابل الاستثمارات السعودية؟ وما تداعيات هكذا هجان على سوريا اليوم برأيك؟ يعني مؤسف أنه الحديث أحيانا، يعني ضيفك ما زال متمسك في مواقف قديمة، وقديمة لا ترى الجديد ولا ترى التغيرات ولا ترى المواقف الأمريكية الجديدة ولا حتى المواقف السعودية الجديدة. الحقيقة التي نراها جميعا بشكل موضوعي أن هناك متغيرات في الساحة السعودية والشرق أوسطية عامة، والعودة إلى سوريا يعني هناك من يدق أبواب سوريا ويتأمل ويأمل أن تفتح له. المصلحة مشتركة بدون شك، السعودية لا تدق أبواب سوريا بدون أي هدف. هناك خطر تركي، يعني والخطر التركي خطر على الجميع، ليس فقط على سوريا، على سوريا وعلى الأردن وعلى مصر وعلى السعودية وعلى الإمارات وحتى على قطر، رغم هذا التحالف اللي يبدو الآن مع قطر، لأن المطامع التركية مطامع عثمانية وما زالت ترى بأنه هذا الشرق أوسط إلها. الأمر الآخر، من مصلحة السعودية أن تتفاهم مع إيران، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال العراق ومن خلال سوريا. المدخل للتفاهم، وأقول للتفاهم وليس أكثر، مع إيران هو مصلحة سعودية تتم من خلال العراق وسوريا. إذا ما استطاعت السعودية أن تكسب ود سوريا، ربما، أنا أقول ربما، تستطيع أن تخفف من هذا التوتر مع إيران، وهذا مصلحة سعودية ومصلحة إيرانية ومصلحة سورية، وقد يكون هذا التهدئة الإقليمية أو التنسيق أو التسوية الإقليمية لمصلحة كل شعوب المنطقة، وهذا يبعد التدخل الأمريكي، ويمكن أيضا أن يبعد التدخل الروسي. بالحديث عن روسيا، سيد عميد حسن، اليوم إلى أي مدى يلعب التقارب الروسي السعودي دور في إعادة هذه العلاقات السعودية السورية؟ في اعتقادي المفتاح في يد موسكو وليس في يد إيران أو سوريا،
مجرد أدوات. موسكو هي من تمسك بزمام المبادرة في الشام حاليا، وهي من أبقت النظام السوري حيا إلى الآن، ولا كانت قوات الحرس أو الجيش الوطني على أبواب دمشق. أنا أعتقد أن هناك أيضا بوابة فتحت مع موسكو للنقاش في مثل هذا الأمر. موسكو أيضا تتفهم أنها يجب أن تعود أو تستعيد إرث الاتحاد السوفيتي السابق، وأن تكون القطب الآخر بدلا أن تتفرد أمريكا بالقطب الأوحد في ظل قيادة حالية ديمقراطية يسارية مع الأسف متخبطة، نجهل ما حتى في الداخل لا نعرف ماذا، هل ما تقوم فيه هو ابتزاز الخصوم أو للحلفاء أو للدفع برسائل باتجاه الوعود الأوهام التي أطلقت أيام الانتخابات، وبالتالي كل الأعمال لا تظهر عليها علامات النجاح بشكل كافي. المملكة العربية السعودية دولة مركزية وقادرة ولا تستورد أمنها من الخارج، وبالتالي أي عمل تقوم فيه هو مصلحة الشعب السوري. وإذا عاد النظام إلى رشده واستوعب جميع أطياف الشعب وعاد سوريا إلى وضعها الطبيعي وساد السلام في المنطقة، وهذا ما نشهده في المملكة العربية السعودية، أن يسود السلام في المنطقة بعيدا عن الإرهاب وأدواته، وهذا ما تسعى له يعني بحسب التقارير سوريا. سيد أليف، يعني في دقيقتين، ما هي فرص نجاح اليوم سوريا في مهمة إعادة علاقاتها مع الدول العربية ومنها السعودية؟ يعني اليوم ما هي المعادلة الأقوى في ظل الانسحاب الأمريكي؟ روسيا، السعودية، سوريا، أم سوريا، إيران، الصين؟ المعادلة الأقوى هي تسوية العلاقات ما بين دول الشرق الأوسط، الدول العربية خاصة. إذا ما استطاعت الدول العربية أن تسوي العلاقات فيما بين، أن تعيد العلاقات إلى ما كان عليه، بدون هذا الكلام القديم اللي ما له أي قيمة بعد، السعودية وقطر على اختلافهما اعترفتا بأنهما كانتا تمولان الحملة الأمريكية والسياسة الأمريكية في سوريا. هذا العدوان على الدولة على سوريا كان بتمويل قطري سعودي باعتراف هاتين الدولتين والنظامين وبدعم عسكري إرهابي من تركيا لمطامع تركيا معروفة. الآن صحت العقول قليلا ووعت السعودية بأن الخطر الدائم سيطالها، وبالتالي هي الآن كما الإمارات تبحث عن علاقة مع سوريا. مصلحة سوريا صحيح، ولكن مصلحة سعودية أيضا. أليف صباغ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا لك، وشكر موصول للعميد حسن الشهري، خبير سياسي واستراتيجي، حدثني من الرياض.